Et j'ai le plaisir d'accueillir les principaux intervenants et acteurs. كانت 780 أو كانوا خلفات 780 ديال جرحى بجروح خفيفة. بالنسبة للأشخاص المصابون بجروح بالغة كانوا 55. بالدارية درنا واحد فيت كومباريزون ما بين هاد الفترتين، كنشوفوا بأنه المجموع ما بين السنة الفارطة وهاد السنة تزاد 62 حادثة. كان في 2022 710 وصل اليوم 772، وبالتالي كنقوموا بواحد دراسة بسيطة لهاد الإحصائيات، كنشوفوا أول ما نقولش مخالفة لا منصوش على قانون السير، ولكن أول مسبب إلى هاد الحوادث هو عدم الاحتياط. كنقصد هذا الاحتياط بالنسبة للسائقين، كنقولوا عدم الاحتياط بالنسبة للسائقين، بالنسبة للراجلين كنقولوا عدم الانتباه. بالنسبة للسائقين أول يعني مسبب هو هذا الاحتياط ديال السائق ديال المركبة سائرة في الطريق العمومية كيف ما كانت، ابتداء من الدراجة العليا ولا غاية حافلة. اليوم كنشاركوا في هذا الندوه اللي نظموها الاطباء على مستوى الجهه ديال شمال المملكه، واللي خصو من الفقرات العلميه ديالها موضوع الصدمه الطرقيه. والتدخل ديالي بطبيعه الحال كان حول تدبير المؤسسات العلميه في الصدمه الطرقيه في بلادنا، اللي حاولنا نبينوا المجهودات اللي كتقوم بها بلادنا في هذا المجال ديال محاربه حوادث السير وكذلك ديال جويد الصدمه الطرقيه في بلادنا فيما يخص مختلف المجالات. وكان التركيز بالاساس على التكفل بالضحايا يعني بعد الحادثه، واللي بينا بانه كاين واحد الهامش ديال تحسين ديال الصدمه الطرقيه اللي كيتراوح تقريبا في حدود واحد 30% تقريبا ما بين 29 الى 32% سنويا ديال الوفيات اللي كيتوفاو اما اثناء التنقل ديالهم او داخل المستشفى. وهذا كيبين بانه اذا كان واحد النوع من التنسيق ما بين مختلف المتدخلين وكذلك التكفل بالضحايا على المستوى المطلوب، كيمكن نقضوا واحد العدد كبير ديال الوفيات ونساهموا في تاشير ديال المحسنات لتحسين ديال المؤشرات ديال الصدمه الطرقيه في بلادنا. الحمد لله حاليا فيما يخص المعطيات المتعلقه بحوادث سير بلادنا، اخر المعطيات التي نتوفر عليها يعني بالنسبه للاربعه اشهر الاولى من سنه 2023 هناك واحد التحسن ديال 19% يعني في يعني كهدف بالمقارنه مع الهدف الاستراتيجي مقارنه مع السند الاساس ديال التنزيل ديال الاستراتيجيه، وهذا كيبين بانه غادي في الاتجاه الصحيح. دونك nous avons cette possibilité d'organiser un certain nombre de projets dans le cadre de partenariats par exemple avec les collectivités territoriales, avec les ministères de la santé. Donc il y a pas mal de projets qui peuvent être réalisés dans le cadre de partenariats. L'éducation et la sensibilisation, donc ça c'est un volet à mon avis qui est extrêmement important. Alhamdulillah, Dalla, donc CRACT et donc là on a en fait réalisé pas mal de choses qui sont très très intéressantes. Je vais évoquer deux aspects majeurs essentiels. Tout d'abord, on a introduit au niveau des curricula, au niveau du cursus, au niveau du primaire. هذا النهار كنوصلوا للاختتام الملتقى ديالنا السنوي للايام الدراسيه لامارين. هذا العام هذا رأينا اننا يكون يعني لو تيم برينسيبال هما امراض البطن. في الشق ديالها يعني التخدير، الانعاش وطب المستعجلات، يعني كل ما يتعلق بالتخدير ما له علاقه بامراض البطن، طب الانعاش ما له علاقه بالبطن، ثم امراض المستعجلات او حوادث المستعجلات والتي لها علاقه بالبطن يعني بالمنطقه البطن. كذلك خلال الايام الدراسيه تناولنا ورشات تطبيقيه عديده اللي كتهم الاختصاص ديالنا بما في ذلك يعني الفحص بالصدى، الصدى يعني مستعجل الفاستيكو كنسموه الفاستيكو، يعني ما يترتب عن امراض الشخير. كذلك اول يوم في المغرب يعني يوم دراسي كان مخصص للاساتذه والاطباء يعني اللي عندهم الدبلومات في واحد التقنيه جديده وهي الاكسجنه بالغشاء او ما يسمى بالاكمو، اللي هي واحد التقنيه اللي كتعتق
الى حد ما امراض الناس الامراض اللي في في, في اقسام الانعاش. كذلك تخللت ندوات علميه طبيه، واختتمنا اليوم الدراسي بالندوه يعني الاجتماعيه. هذا العام ارتئينا يكونوا حوادث السير وتجلياتها الاقتصاديه والاجتماعيه والطبيه التنظيميه بالخصوص، كانوا يعني واحد ثله من الاطباء والعلماء وذوي الاختصاص في هذا المجال. هذا اليوم كان عندي الشرف نشارك في المؤتمر السادس لقسم الانعاش والتخدير بطنجة، واللي قدموا لنا فيه مجموعه من الاساتذه والاطباء بطنجة مجموعه من المواضيع، واللي كانت مهمه جدا وخاصه فيما يخص محور الطب الباطني. وكانت هذه فرصه قيمه اللي تمكننا فيها اننا نتلاقاو مجموعه من الزملاء من مدن اخرى ونناقشوا فيها مجموعة من القضايا. ثم الراجلين عندهم واحد الدور كبير ولا واحد خلل كبير، لأنه في الغالب الحياة يكون ممرة الراجلين ولكن لا تحترم. الراجل لا يمر من ممر مخصص ليه، غالب الحياة يكون حتى العبور ديالو للطريق يكون عبور عشوائي تجاري، إما كيمشي على وسط الطريق، إما كيعبر الطريق من مكان غير مخصص، إما ما كيمشيش فوق الرصيف، وبالتالي كنسجلوا واحد الحوادث اللي هي كتوقع خصوصا في الحياه الشعبيه، حوادث اللي كتكون يعني كثيره. Monsieur Boudajoun et la protection civile et les assurances et les professeurs.